مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس قناة شوف الحل. اليوم مش نتعلموا الطريقة اللي بها نجم نتحصل على بطاقة بنكية عالمية. البطاقة هذه مش معناها مش تكون مش نكون بها أغنياء، ولكن نجم نتحصل من خلالها على بعض المال، وهالمال هذا نجم نتعامل به في الخارج، سواء كان شيء كتب أو ملابس أو نقتني معدات إلكترونية أو غيرها. المهم عندنا بطاقة بنكية عالمية من بيونير. نتعلم في درس اليوم كيفاش نمتلك البطاقة هذه، والمرة الجاية نتعلم كيفاش نفعل هذه البطاقة، وفي الدرس الثالث إن شاء الله نتعلم كيفاش نجمع المال ونتعامل بهذه البطاقة. في اللحظة أو الممارسة الأولى باش نقوم بالنظر في طبيعة هذه البنك أو هذا البنك والكيفية اللي به ينجم يعطينا البطاقة. البطاقة تقريبا شكلها مش يكون على هذا النحو، مش توصلكم للمنزل مباشرة، وثم في البنك هذه أو في المؤسسة هذه اللي هي مؤسسة بيونير، كما تراه هنا مؤسسة بيونير. هل المؤسسة هذه ثم ما يسمى بالبريناج، يعني إذا كان أنت تمشي تشترك في البطاقة هذه عن طريق رابط يبعثه لك صديقك أو أي إنسان آخر، فبإمكانك أنك تجعل من هذا اللي بعث لك الرابط يربح 25 دولار ريتوني إرن 25 دولار، وهذا هني تلقى اسم السيد اللي بعث لك الرابط. إذا تنجم تمشي مباشرة للبنك هذا بيونير، تكتب في أي محرك كلمة بيونير وتمشي وسجل بمفردك، وتنجم إذا كان ما فيهاش حتى أي إزعاج بالنسبة لك أنت أنك تاخذ لي أنا مش تاخو من عنده أي إنسان، وأنا مش يعطيك اللي هذا، مش تعطيه أو مش تربحه أنت 25 دولار بحركة بسيطة. إذا نبدأ نتعلم هذا التسجيل. الحاجة الأولى نضغط على سيني أب، يعني ريت الواجهة. نجم أنت هنا عندك اللغة، نجم تبدل اللغة كما تحب، ثم العربية الفرنسية أو غيرها، أغلب اللغات متوفرة. تلقى روحك أمام هذه الصفحة. يعني مش نحاول أن نوريكم الصفحات، هنا ريتو غيرنا اللغة الفرنسية. تلقى روحك أمام هذه الصفحة، وفي الصفحة هذه ثم ثلاثة اختيارات أو ثلاثة مراحل، كومونسي إيسي، إيتاب دو وإيتاب تروا، وهذوما الأشياء اللي باش نوافق عليهم. ثم ثم الكلمة هذه اللي مش تهمنا في الآخر وهي كلمة ترميني. إذا باش نلقاو توا باش نضغطوا على كومونسي إيسي، هذه بداية التسجيل. الآن بعد التسجيل، بعد البداية هذه، باش نلقاو روحنا أمام صفحة كما هذه. شوفوا تلاحظوا هنا، هذه تقريبا هي الشكل نتاع البطاقه اللي مش توصلك للمنزل. باهي نبداو هنا، نحب المعلومات اللي نعطيوها تكون معلومات صحيحه. اذا كان اخترت هنا اللغه العربيه، فالمعطيات هذه كل لازمك تكتبها بارقام اي بحروف لاتينيه، ما تكتبش بالعربي لانهم كي يترجموا ربما يغلطوا، ولذلك يستحسن انك تكتب انت باللاتيني. اذا هنا فوتر برونون دي تا سيفيل، تكتب الاسم نتاعك كما هو في بطاقه التعريف، ثم بعد اللقب، ثم بعد ذلك الشهر الولادة، شهر الولادة واليوم والسنة. بعد ذلك تعطي أدرس إيميل. الأدرس هذه لازم تكون صحيحة، ولأن هي بعد تقريبا 30 ثانية مش يبعثوا لك فيها الرسالة الأولى، ثم تعاود الرسالة الأدرس هذه مرة أخرى. ثم هني تكتب البلد اللي أنت مقيم فيه، تختار من الشريط النازل هذا اسم البلد اللي أنت تقيم فيه، ثم بعد ذلك تكتب العنوان بتاعك كما هو على بطاقة التعريف، يستحسن هذا العنوان بتاعك. ثم إذا كان ما العنوان ما كفاش تكمل هني، هني تكتب البلد اللي انت منها او المدينة، وبطبيعة الحال البلد او البلدة او المدينة. ثم هنا تكتب الكود بوستال، بالنسبة لتونس معروف كل قرية وكل مدينة عندها كود بوستال. الخانة هذه ضروري انك تملأها برقم هاتف قار،
اذا كان ما عندكش هاتف قار تنجم تسجل او تضع حتى رقم احد اصدقائك، رقم احد جيرانك، المهم لابد من رقم ورقم صحيح حتى لا يلغى الاشتراك نتاعك. ثم بعد ذلك تعطي رقم الهاتف الجوال نتاعك انت، هاتف الجوال. المعطيات هذه اذا كنت تضغط على هذا يعطيك معطيات اخرى اضافيه، يستحسن انك ما تضغطش على هذه، تخليها كما هي لانها لا تقلق في مجال التسجيل. بعد نمشيو للليتاب الثانيه، تضغط على الليتاب الثانيه مش تلقى روحك امام الخانة هذه، لتاب الثانية. إذا تلاحظ أنه في الخانة هذه هنا حافظنا على اللغة، لتاب الأولى أعطينا فيها رونسينيمون بيرسونيل هنا قبلها لما تطلع العلامة الخضراء. بعد هنا مش تلقى النو دي فوتر نو ديتيليزاتير، هنا مش تلقى الإيميل اللي أنت حطيته، الإيميل اللي أنت حطيته في المعطى الأول مش تلقاه هنا. بعد مش تقوم بعملية اختيار المود باس الا مش سجل به، تعاود مره اخرى المود باس وتحفظ المود باس هذا لانك مش تدخل به لموقع البنك. ثم بعد ذلك هنا مش يعطيك واحد من الاسئله، لما تضغط على هذا الشريط النازل مش يقول لك مثلا اسم المكان اللي عديت فيه شهر العسل، او اسم جدتك للاب، او اسم اكبر ابناء عمومتك، او تختار اي سؤال وتجاوب عليه هنا. ويستحسن انك تحفظ السؤال هذا لانه في بعض الاحيان يطلبوه لغرض ربما نقول الفيريفيكاسيون يعني التثبت. بعد نضغط على التاب الثالثة وهي الأخيرة، مش نقرا احنا في هذه الصفحة. في الصفحة هذه كالعادة مش تراو هنا رونسينيمو بيرسونيل عطيناهم، لانفورماسيون دي كونت عطيناها، انتهت. التاب الثالثة فيريفيكاسيون دانسكريبسيون، إذا هنا مش تعطي بلد اللي أنت تولدت فيه، نجم الإنسان يكون من تونس وتولد في مكان آخر، في بلد آخر. تعطي البلد اللي عندك منه الجنسية، هني مش تعطي شوازير لا كارد دي دونتيفيكاسيون، هني مش تعطي مش تنزل على الشريط هذا، مش يعطيك إما بطاقة تعريف أو جواز السفر أو بطاقة رخصة القيادة. وهنا نفضل أن في تونس يقبلوا منا لأنهم يعملوا تثبت كبير، يقبلوا منا بطاقة تعريف، لكن على شرط أنها تكون عديناها بسكانير مش صورة وسكانيناها، لا البطاقة الأصلية يجب أن تكون بسكانير. يعني حالما هنا تكتب مثلا بطاقة التعريف الوطنية تطلع لك هنا مستطيل فيه صورة تقريبية لبطاقة التعريف، مش يطلب منك رقم البطاقة التعريف ويطلب منك مصدرها، تكتب رقمها، رقم بطاقة تعريف هنا ومصدر. بعد تضغط جاكسب 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 جاكسب، ثم في الأخير مش تلقى كلمة ترميني هذه. فكلمة ترميني هذه تراو هنا في الأسفل، مش تضغط عليها، وإذا كان ضغط على ترميني في العادة يحولك إلى الواجهة الموالية. إذا كان ثم معطى مهوش قابله منك فتلقى المستطيل لونه يتغير يولي أحمر، هنا يلزمك تراجع. إذا كان ما قبلش ترميني هذه يلزمك تراجع المستطيل اللي تلقاه لونه أحمر، تشوف شنو هو الخطأ اللي فيه وتعاود تضغط من جديد ترميني وتترى أنه يقبل هذا الأمر. بعد اللي يعطيك تضغط على هذا الكل مش يقول لك يهزك للواجهة هذه، مرسي أني تلقى اسمك مكتوب، معناها يقول لك احنا الان نجموا او قبلنا المطلب نتاعك وترى لنا الانسكريبسيون ترميني. المرحله الثانيه انت مازلت فيها، وما زالت المرحله الثالثه اللي هي ليفريسون باش تجيك البطاقه المنزل. هنا نشوف شو يقول لك، لتا دي فوتر ديموند فو سيرا نوتيفي بار ايميل فو سيري ريديريجي سو 30 سكوند. هنا بعد هذا تسكر الواجهه هذه، انتهى امرها الان، وتمشي الان للايميل نتاعك. في الايميل نتاعك مش تلقى هالرساله هذه، شوفوا هنا شير شير تلقى اسمك هنا. بعد هذا البروسيس كومبور 3 ايتاب كومبليتي، الاولى وفات، مازلت انت في الثانيه ومازلت الثالثه. في اسفل الرساله هذه اكسي افوكتور كونت، هنا تشتراو باش نعطيكم الوثيقه هذه بشكل اخر اصغر، مشترى الشكل نتاعها. في اسفلها مش تلقى هنا كونيكسيون او كونت،
هني ريتو كونيكسيون او كونت. اذا تضغط على هذه كونيكسيون او كونت، يعني انت هني تو في الايميل نتاعك باش تضغط على كونيكسيون او كونت، باش تلقى روحك مباشره في الموقع البنك. هنا بطبيعه الحال هني باش تلقى الواجهه الخارجيه للبنك. هني باش تكتب نون ديتيليزاتير. النون ديتيليزاتير ما تنساوش راهو هو الايميل دخلت به في البداية، وهني مش تلقى المود باس اللي انت اخترته وعودته مرتين في السابق، وتضغط هني انتري. إذن اذا كان دخلنا للموقع مش تلقى هنا بطبيعة الحال pour voir le statut de votre demande cliquez ici، وهني مش تلقى بونسوار، تلقى اسمك بطبيعة الحال. هني الكونت تراو انا مازلنا كي حليناه اليوم بالذمة للعملية هذه، وتراو هني الاستوريك دي بايمون هذا مازلنا ما وصلنالوش، مصروف في الدروس الجاي، يعني ما عندكش حتى اي مساج. اذا تضغط على كليكي سي. بعد لا تضغط على كليكي سي باش تلقى روحك في الواجهه هذه بيونير، هي هذه الواجهه. اذا انت عملت ليتاب الاولى، مازالت ليتاب الاولى عملت ترميني، مازالت ليتاب الثانيه مازالوا يثبتوا. اذا نقول كليكي سي، وهنا ليتاب الثالثه اللي باش تكون هي الكارت لاكتيفاسيون ديال الكارت، وهنا مش يرحب بيك في حسابك هذا الثاني. اذا انت مش تضغط على هنا كليكي سي بور فوار ستاتي دي واتر كونت، اذا مش تضغط على هذا ثم بعد ذلك مش تقوم بعمليه الخروج من هذه الخروج من هذه الصفحه مباشره. باهي تمشي الان لحسابك في الايميل، باش ترجع من جديد للايميل نتاعك. لما ترجع من جديد للايميل نتاعك باش تلقى رساله اخرى وصلتك، هني ديار فلان باش تلقى اسمك، وشوف هنا باش تلقى ابلود لانك، تكون انت حضرت بالمسبق البطاقه التعريف نتاعك، سكانيتها وحطيتها في ملف او في مكان ما ولا على البيرو، ومش تقوم بعمليه تحميلها. يعطيك هنا ابلود لانك. اذا انت باش تعمل تو الان تضغط على ابلود لانك، باش تلقى روحك في واجهه اخرى جديده. باش مش يقول لك هذا هنا شوازير لو تيب دوكيمون، باش تختار شنو هو هنا بطاقه تعريف ولا باسبور ولا رخصه سياقه، اجوتي ان فيشي وتيلي شارجي. مش ترى انه بدلتها لكم بالعربي لان بالفرنسيه فيها بعض الصعوبات، اذا بدلناها هنا اللغه العربيه ما يهمش اي لغه نستعملها. تحط بياس دي دونتي ناسيونال، هنا تحط شوازير لو تيب دوكومون، تضغط هنا تقول بطاقه هويه، بعدها اضافه ملف. هنا مش ترى هنا مش يطلع لك اختيار الملف، شوفوا كي نبدلوا اش باش يخرج هنا اختيار الملف. شوفوا هنا بياس ديدونتيتي، عملنا بياس ديدونتيتي مرة أخرى، وهنا شوفوا هنا شوازيسي أن فيشي، تضغط على هذا تمشي يحولك لوين أنت حاط بطاقة الهوية، تضغط عليها الصورة الأولى تحميل، ثم بعد تضغط على الصورة الثانية وتحميل، وبعد ذلك تحمل الأولى والثانية، وفي كل مرة مش تلقى عندك إجابة واحدة في الأولى والثانية، تعاود لك مرتين الإجابة هذه، التأكيد لقد أرسل الملف ب نجاح. في الحالة هذه طلع يقع ارسال الملف بنجاح، ننتظر ايام نهارين ثلاثة، وبعد ذلك يمشي يبعثوا لنا رسالة يقولون فيها في بين كذا وكذا، يعني عادة على مدة اسبوع مش تجينا بطاقة للمنزل، والبطاقة تجينا فعلا للمنزل. وتو بعد نشوفوا كيفاش نتعلموا نعملوا الاكتيفاسيون تاع البطاقة، يعني تفعيلها، ثم نتعلموا كيفاش نقوموا بعملية شحنها بال الأموال من خلال الانترنت. فقط نذكركم في آخر هذا الدرس الأول بأنه كيف تضغطوا على الرابط الموجود أسفل الفيديو هذا تنجموا تربحوني 25 دولار، وإلى أن نلتقي في درسنا الثاني.